فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله قم الليل إلا قليلا؟ نعم، كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان واجبا عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فكان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله نسخ في آخر سورة المزمل في قوله سبحانه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.